ولا صورة الساحر رجب محمد شيب رجب بحة. يعني لو تيجي حضرتك تيجي تتفرج على المعيشة بتاعتنا اللي احنا عايشينها او بيت اللي انا عايش فيه مش هترضاه انت نفسك، وسمعة ولادي طبعا ده كده غلط، ده تهريج. ده رجب بحة اسم تصدر صفحات السوشيال ميديا في الساعات الاخيرة، وده بعد تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول اللي كشف فيها عن سر هزيمة الزمالك قصاد الاهلي باربع اهداف لهدف واحد في مباراة القمة. مرتضى منصور كالعادة طلع على قناة الزمالك وقال إن الفريق اتعمل له سحر علشان يعطل مسيرة الفريق ويخسره قدام الأهلي، على الرغم إن الفريق خسر كل حاجة السنة دي ومقدم واحد من أسوأ مواسم الفريق. من ساعة هزيمة سان داونز الأهلي ما خسرش ولا ماتش ولا خسر ولا بطولة أي لعبة. مرتضى منصور علق على الهزيمة وقال إن اللي بيحصل الموسم ده في الزمالك مش طبيعي، والسنة اللي فاتت الأهلي خسر كل البطولات والنادي كان عاوز يبيع حسين الشحات وبيرسيتاو، دلوقتي بقوا عمالقة ومكسرين الدنيا. مرتضى كمل كلامه وقال إنه من وقت مباراة سان داونز في دوري أبطال أفريقيا اللي خسرها الأهلي 5 الفريق ما تهزمش في ولا مباراة وفاز بكل البطولات، وإن في واحد بعت له صورة لساحر اسمه رجب بحة وطلع من الفيوم بلد سيد عبد الحفيظ. هو الأهلي غير لحظة بقى، كان بيلعب في السلام، يقول لك السلام ده احنا اشتريناه وأجرناه 10 سنين، راح استاد القاهرة ليه؟ عشان يتحكم في البلد. مرتضى كمل في حكاية السحر ورجب بحة وقال إن الأهلي دايما بيلعب في استاد السلام، بس الغريب إن الفريق اختار استاد القاهرة علشان السحر، وإن الزمالك في المباراة ما خسرش قدام الأهلي، والوضع كان غريب ولعيبة الأهلي تشوط الكورة تدخل على طول في الجول في الوقت اللي كل تسديدات لعيبة الزمالك بتيجي في العارضة، ومش الشناوي اللي كان بيصد، ده واحد تاني كان بيقف قدام كرة اللعيبة بتاعت الزمالك بفعل السحر بتاع رجب بحة. مرتضى قال إن الزمالك كان بيلاعب الجن الأزرق، وعمرو السيسي لما نزل مسكوا الماتش بس اتصاب فورا، وده علشان الجن اشتغل. وانتوا لما تتعصروا يبقى في سحر، لما تركبوا من غير مناسبة يبقى احنا في السحر. الموضوع ده عمل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا وهاتك يا تريقة وضحك على كلام مرتضى. بعدها لقينا الحاج رجب بذات نفسه طلع في فيديو بيرد فيه على مرتضى منصور. وراجل لا بعرف لا سحر ولا بعرف اعمل اي حاجه، وقسما بالله العظيم مره تانية ان انا ما بعرف اعمل الحاجه دي، واللي بيعمل الحاجه دي اصلا بيبقى راجل مشرك. وبيقول انه ملوش اي علاقه بسيد عبد الحفيظ، عمره ما قابله ولا شافه. الحاج رجب فضل يحلف ويقسم بالله انه رجل امي ومش بيعرف يقرا ولا يكتب وملهوش في موضوع اعمال السحر ده، ومستغرب جدا من كلام مرتضى منصور عليه. احنا هنا ناس عائلات، انت كده راجل بتقول انا راجل دولة، ازاي تبقى راجل دولة وتتهم الناس بالباطل؟ القصة دي عملت تفاعل كبير بين جمهور السوشيال ميديا وزعلت اهالي الفيوم من مرتضى منصور. كلام اللي انت بتقوله ده سيادة المستشار غلط، لان الراجل ده امام مسجد وكلها توثق فيه وبنصلي وراه، حتى هنقوم نصلي الفجر دلوقتي وهو بيصلي الإمام بتاعنا، فكده غلط إن أنت تقول عليه ساحر، هو مش ساحر. غير طبعاً التريقة والسخرية على كلام مرتضى منصور اللي ملوش علاقة لا بالمنطق ولا يقبله عقل.